السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا متابعيني متابعين قناة فن ولعب. هاخدكم معايا في جولة كده في شرم. احنا لسه راجعين من شرم وعايزة اوريكم من اول ما كنا راكبين الاتوبيس لغاية ما طلعنا من بوابة اسكندرية، وبعدين مشينا في الطريق، وطبعا لقينا طيارات رايحة وطيارات جاية، الناس رايحة على شرم من دلوقتي لغاية لما الثانوية العامة كمان تخلص. فاجئنا كمان مشرف الاتوبيس كان عامل لنا هدايا ومسابقات، وما شاء الله يعني ما حسناش بالنص الوقت، هي السكة 10 ساعات ما حسناش بال5 ساعات الاخرى، فكان عامل لنا مسابقات وهدايا. فما شاء الله يعني محمد كان عمال بيحل وانا بحل شوية اسئلة وصحابه وبتاع، فاحنا قلنا ايه يعني ما شاء الله يعني بنستلى شوية. فهناخدكم معانا جولة دلوقتي على البحر، برضو هنوريكم الفندق، هنوريكم المطعم، هنوريكم الأماكن هناك اللي زورناها، هنوريكم جامع الصحابة، تمام، هنوريكم الشلالات اللي احنا روحنا اتفرجنا عليها، هنوريكم المناطق الجميلة اللي احنا شفناها هناك وتصورنا فيها. شرم في شهر 6 بتبقى هادية، خلي بالكو جدا، والأسعار ايه كويسة قوي قوي قوي. فتعالوا كده هنشوف مع بعض واحدة واحدة كده. رحنا يعني اول ما وصلنا رحنا على البحر. البحر بصوا زي ما انتوا شايفين ما كانش فيه زحمة، كان هادي، لان شهر 6 بيبقى الجو هناك هدوء. اول يوم كان هوا شوية، فيدوبك نزلنا البحر ساعة العصر كده، يدوبك ساعة كده بس، ونزلنا على البسين بعدها لان الجو كان هوا شوية. فتطلعوا تسقعوا حبة، بس ده كان اول يوم بس، لكن كان تاني يوم وتالت يوم الجو كان جميل والشمس جميلة والجو زي الفل، وما فيش السخونية والحر اللي انتوا بتحسوا بيها في شهر 8 وشهر 7. يعني من بعد نص 7 بيبقى الجو ايه حر جامد جدا. كان عامة جو شرم تحفة تحفة تحفة، يعني هتتبسطوا جامد جدا. بس احلى وقت انا جربت كذا وقت كده هو وقت في شرم في شهر 6، اخر شهر 6 ده الفندق اللي احنا كنا نازلين فيه. اوريكم البسين، يعني تحسوا ان هو عامل زي الفيلل الصغيرة كده حوالين بعضيها، وكل مبنى كذا، هي كذا مبنى كده، وكل مبنى دور ارضي ودور اول علوي. ده البسين من تحت، حواليه كله نجيلة خضرة، والدنيا بقى هادية لسه. طبعا احنا كنا ده تاني يوم، كنا نازلين الصبح بدري شوية بعد الفطار. هناك الفندق طبعا بيبقى فيه وجبة فطار وغدا وعشاء، احنا كنا يعني دافعين الاشتراك في ال4 ايام 3 ليالي بالفطار والعشاء. ليه؟ الفطار كان كتير والعشاء بيبقى كتير، فمش هتلاقوا يعني ان انتوا جعانين، مش هتجوعوا. فالفطار ده من 7 ل10 كمان. الحتة دي الطرقة اللي قدام باب الغرفة، يعني في الدور اللي فوق برضو كذا مكان، في مثلا غرفتين او 3، دي الطرقة اللي من بره بيبقى فيها عبارة عن قعدات زي ما انتوا شايفين في الجو الحلو دي، بقى بالليل بتبقى تحفة كده، نقعد نشرب عصير او اي حاجة ونقعد في الجو برضو. ده بره الغرفة، دي بره الغرفة. بصوا بقى الغرف كده، كل دور فيه 3 غرف. دي الغرف اللي هي الكبيرة اللي بيبقى فيها 3 سراير وفيها كنبة انتري والحمام كبير وجميلة. وجبة الغداء بقى، عشان طبعا احنا وصلنا بعد وجبة الفطور، فاول يوم كانت وجبة الغداء. تلاقوا الرز، اللحمة، الفراخ كانت محشية، رز ومكسرات، بطاطس، سلاطة، شوربة لسان عصفور، حاجات كتير بقى غير الباتيه والكرواسون والجاتو والكيك والفاكهة والعصير، كل ده في وجبة الغداء، تمام. ده مكان ناحية سوهو سكوير عند جامع الصحافة، تمام. دي عبارة عن جبال فيها شلالات طبيعية، بس جميلة جميلة، المنظر هناك تحفة تحفة بجد. في بقى سلالم كده على جنب، هما 2 شلالين هناك، في سلالم كده ممكن ان انتوا تطلعوا فوق، بصوا فيها زي كافيتريات، وتطلعي فوق بصي الجزء ده اللي فيه ناس واقفة، تبقى الشلال من وراكو تتصوروا بقى فوق. دي صورها كانت جميلة جدا، شايفين الجمال؟ بصوا بقى منظر الجبال من جوه،
دي ناحية سو سكوير، دي عبارة عن برضو هناك في فنادق وفيها زي في الشارع الكافيتريات، وفيها البست اللي بيطلع عليه مغنيين، في كذا حاجة هناك تتفرجوا عليها طبعا، غير المحلات بتاعت الهدايا، الايس كريم، محلات كل ما يخطر في بالكو كأنكو في بلدكو عادي خالص، والاسعار كويسة جدا، والناس هناك تعاملهم حلو قوي قوي قوي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده المنطقة دي مليانة جبال ومناظر طبيعية حلوة قوي، بالليل بتبقى الجو حلو جدا 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 تتبسطوا فيه. انا عايزاكم تستمتعوا معايا بالمنظر عامل ازاي، غير لما يكون كمان خلي بالكم على الطبيعة، والاسعار حلوة قوي. كانت شهر 6 يعني شهر 7 برضو قالوا لي الاسعار كويسة، يعني مثلا لو فندق 4 نجوم ممكن الفرد فطار وعشاء ب 1100 1200، وخدوا بالكم ده في قلب خليج نعمة، هو احلى مكان في قلب خليج نعمة نفسه، ليه؟ بيبقى كله قريب من البحر. تمام، بصوا بقى الفطور، البرتقان، كورن فليكس، بليلة، باتيه، بتنجان، فول، لانشون، جبنة بيضة، جبنة مثلثات، مخلل، سلطة، بيض مسلوق، بيض مقلي، بواكي باكيتات زبدة، بلاش اقول لكم تاني، ده غير الكيكات برضو والفاكهة والنسكافيه والشاي بلبن، ما شاء الله. يعني بصوا برضو ده مكان عند في شاطئ تاني، بس كان ابعد شوية من خليج نعمة، يعني حتى احنا الشاطئ كان قريب من خليج نعمة. في هناك الغواصة طبعا لما بنركبها بنبقى شايفين منظر السمك زي ما انتوا شايفين تحت البحر كده، وفي يعني مراكب تانية بقى غير الغواصة بتبقى الارضية بتاعتها ازاز تتفرجوا على السمك تحت. في خليج نعمة برضو في شارع كده من ورا ممكن ان احنا نأجر فيه العجل اللي انتوا شايفينه محمد ركبه ده، على فكرة ما كانش محمد يعرف برضو يسوق، صاحب العجل علمه في 5 دقايق يسوقها ازاي، سهلة هي ما فيهاش اي حاجة، هي بالكهرباء على فكرة بتتشحن. تمام، بس بتتحكم فيها بايديك ورجليك عشان تحوج يمين او شمال. دي كافيتيريا برضو من ضمن الكافيتيريات اللي هناك الهادية اللي بحبها جدا، حتى الاغاني والموسيقى فيها هادية، مش هبد وحاجات اللي انتوا عارفينها دي، لا دي بصوا هادية جدا. قعدنا فيها الايس كريم عشان برضو محدش يقول لكم غالي، لا رخيص، وده في الاتوبيس واحنا مروحين.